قضية دندك. مساء الفل يا عم ضيا. لا مساء الفل يا عبد الناصر. صباح الفل. صباح الفل يا ضيا. ازيك عبد الناصر؟ ازيك كابتن رمضان؟ ازيك يا كابتن جيمي؟ خلي بالك انا نفسي في يوم اوفي بوعدي واختم ثلاثة، مش عارف. خلاص اختم ثلاثة وعشرة، هي دلوقتي ثلاثة وخمسة. حلوة ملعوبة. بص يا حبيبي، موضوع الجرافيتات ده بصراحة الناس كلها ممكن تشتري بدل خلاص، لكن موضوع الجرافيتات ده بجد اللي بينقي الجرافيته ده بيبقى راجل ذوقه عالي قوي. وانا عشان ما بحبش الجرافيتات وما بلبسهاش من زمان ولا بلبسها، فاحب اشوف الجرافيتات الحلوه اللي هو ايه بقى، اللي هو تعويض لعقده النقص، يعني ان انا مش عارف البس جرافيته فاستحلاها على انتوا ابو الشياكه كلها، والحلقه كلها لطيفه جدا طبعا بيك. هتشجع مين يوم الجمعه؟ نعم يا اخويا. صباح الخير. صباح الخير. طب انا عايز اسال سؤال. طب ما شفت الرد انت؟ صراحه زملكاوي قوي. لا لا انت شفت الرد؟ قال لك نعم يا اخويا. ما هو شوف، هو بص، هو صلاح اللي هو اخويا الاصغر مني اللي في اخبار اليوم زملكاوي جدا، وانا اهلاوي جدا. شفت بقى احنا اخوات ومختلفين على ايه؟ لكن استحاله هنقطع في بعض، ولا استحاله نشتم بعض، ولا استحاله نعمل. صح. ده اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه من شويه. برافو عليك. انا بس حبيت اعمل المداخله عشان حاجه لطيفه قوي منك عبد الناصر، الحقيقه بتثبت ان انت اسم، عايز اقول لك، عايز الاقي لك لفظ حلو قوي، ان انت بني ادم، ان انت بني ادم. خلاص النهارده انا فتحت الفيسبوك بالصدفه كده، فلقيت الاهلاويه اللي معايا على الصفحات بتاعتي او على الصفحه بتاعتي مولعين الدنيا ونازلين شتيمه في الواد بتاع تونس المذيع ده عشان خاطر رئيس نادي الزمالك. الاهلاويه بقول لك مش الزملكاويه. خلاص فانا ما كنتش اعرف، فالمهم اتصلت بحد فيهم، ايه ده؟ فقال لي كذا كذا كذا. فجبت على اليوتيوب الحلقه ولسه شايفها من نص ساعه وانتم بتعرضوا الحلقه. فبيني وبينك انا دمي اتحرق، لقيت سيد عبد الحفيظ في قناه الاهلي عامل رد جبار، وبعد ما يدوبك ما سمعت الرد وبالتفت لك لقيتك بتعمل رد قوي جدا جدا. عايز اقول رساله لطيفه للناس، يا ريت الموقف زي ده، موقف زي اللي حصل منك السيد عبد الحفيظ، وعبد السيد عبد الحفيظ قناه الاهلي واهلاوي وانا اهلاوي، خلاص الناس تتعلم كفايه ام التعصب بقى. كفايه ام ان احنا نقطع في بعض هنا. ده بص يا عبد الناصر، رئيس نادي الزمالك ده مصري، خلاص انا ماليش دعوه بزمالك واهلي. شوف لما حد من حته تانية تجاوز معاه او قل ادبه او اتريق او اتسافل عليه، يبقى احنا نختلف معاه زي ما احنا عايزين، لكن عيب اللي حصل. لا بص بص بص، شوف الدنيا عندنا قامت ازاي، اللي هو المثل الشعبي، الامثال الشعبيه عباره ما تكذب. انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، ده انا بقى واخويا وابن عمي وابن خالتي وابن خالي وانت والشعب كله والناس كلها متضايقه عشانه. مالناش دعوه بالمشاكل والازمات والحاجات دي، احنا مش بنتكلم فيها، احنا بنتكلم على ان الشعب المصري ده يا اخي شعب عجيب، ملوش ريموت كنترول ولا ليه كتالوج ولا هتعرف تمسك له ماسكه والله. دي حقيقة. بص، يلتف على اي حاجه تمس انتمائه للبلد، يلتف على اي حاجه تمس اي حد مصري. صح. يلتف حوالين اي حاجه وينسى بقى انه اهلاوي وينسى انه زملكاوي. ده انت 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 لما تشوف الفيسبوك النهارده، اقسم بالله انا ما لقيت الفيسبوك مولع من فتره طويله زي النهارده، لدرجه ان انا استغربت، عايز اقول فيه ايه، عايز اعرف، وكله داخل بقى ايه تهزيق في الواد ده ورد 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 ورد. فانا حتى علقت على احد صحابي المنتج والمخرج ايهاب اسماعيل، قلت له معلش يا بوب انا مش هرد على واحد زي ده الا يوم الجمعه بعد الساعه 11 ونص، والكاس الاهلي بيستلمها ان شاء الله في رادس باذن الله. شكرا. وصباحكم زي الفل، وحبيت بس اشكرك على ان انت بني ادم رغم اختلافك في كثير من القضايا والمشاكل والحاجات مع رئيس الزمالك، الا انك اديته حقه، لان انت مصري وهو مصري. خلاص، وانت ما قابلتش ان حد غريب خلاص يتطاول او يتجاوز عليه، واديته حقه بما يرضي الله، وده حق كل مصر علينا. وان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب، واعمل معاك مداخله حلوه كده تبقى مداخله حمراء بنت لذينه بقى يوم الجمعه ان شاء الله. ماشي يا عم، صباح الفل عبد الرحمن. صباحكم زي الفل وسهره سعيده. سهره سعيده عبد الرحمن من